نهائي مثل هذا صعب جدا. رايك بدر؟ المباراة مرشح لتسجيل اهداف كثير، فريقين يملكون اسلحة هجومية، تتكلم عن الهلال بالتاكيد وسلاح الضغط العالي والافتكاك سلاح مهم للفريقين، كرات العرضية خصوصا ان الفريقين يعتمدون في التحضير على ثلاثة لاعبين مدافعين مع لاعب ارتكاز واعطاء الحرية للاعبين الاطراف والكرات العرضية. رونالدو كابتن فريق النصر العالمي يقود الفريق الاصفر في المباراة الحقيقية في مباراة التتويج، بينما من جانب الهلال كالعادة النجوم حاضرة بقوة في التشكيلة الهلالية. الهلال بينما من الجانب النصراوي التشكيلة 4-2-3-1 للهلال، الخطط متجازلة بالكا التشكيلة النصراوية، نواف العكيدي لحراسة المرمى، مستوى الأندية عملاق الكرة، سلطان بكل ما في الكلمة من معنى كريستيانو رونالدو. هاريدو كوليبالي ترجع لبناء سافيتش ميناكوفيتش ميتشايل ما يعديش تسوي غدارة روبن نيفيز البرتغالي يضرب ولا يبالي، هذا هو روبن نيفيز. كرة الهلال هذه كرة سالم الدوسري يعدي، وين الكرة بعيدة، سالم يسلم منه دفاع النصر يشتكي من العشب، سالم الدوسري في أول اختراق لنجم الكرة، هذه كرة سالم الدوسري كرة جول ونواف نواف العملاق، نواف مرة أخرى يقدم لنا صورة العالم قطر 2022. كرة اختيرة ما زال تيس رائعة منه ويضيع توازنه أليكس تيس اللي طالب بمخالفة الرأي والتماس يعود لنادي النصر، وكور رونالدو كرة بالراس نواس التسويب من سيكو فوفانا وروبن نيفيز في التصدي، مجازفة من محمد العوان ديلغادو، ميشيل يعدي والحكم ماذا يقول؟ رضوان جيد يقول خارج منطقة الجزاء، أي قوة في المراوغة للبرازيلي. روبن نيفيز اللي وسع ونواف يكسب المخالفة، يلعب مع السنغالي اللي وسع رائعة يا ويس يا محمد يا ويس، ماريان ناير في العرين لعويس جابها، لعويس يخرج الكرة من الخط النهائي للمفوفانا، يوسع رونالدو بالراس، قلت منذ البداية حرب كبيرة في وسط الميدان، وذا رونالدو يعود عليه سعود عبد الحميد، ترجع لبرازوفيتش كرة اختيرة رونالدو بالراس لكن خارج الإطار، كان في موقف متسلل رونالدو، يراوغ كرة خيبرة التسويب ومحمد العويس، عبد الله خيبرة كان خبير في هذه الكرة يقتل، تأتي الكرة للسنغالي ماني يوزع وبرازوفيتش بقصية كرواتية ضاعت على نجم الكرة برازوفيتش للمرة باسم في انتر ميلانو الايطالي، كرة رونالدو كريستيانو التسويب تريسكا يا 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 الحارس محمد العويس، رونالدو عالية الكرة رائعة التسويب روبن نيفيز
حكم يخلي اللعب، حكم يخلي اللعب. علي نجامي والروبن نيفيز من الاستعمى. رونالدو يعطي والمخالفة. خالدو كوليبالي بالورقة. انذار السنغالي خالدو. خيبري سيكو فوفانا. غريبة. رونالدو وحده كان في القائم الثاني والعويص على الخط النهائي، ولو أن هنالك راية. يتجدد بحضراتكم عند ضربة بداية الشوط الثاني. أما الآن أعود بالصورة والصوت للزميل العزيز. الرضوى الجيدة المغربية في ضربة البداية. كرة من ميشيل مرتدة وثيع الفرصة. سافيت ميلينكوفيتش السربي ضيع هذه الهدية الدفاعية النصروية. التشكيلة الزرقاء لنادي الهلال. مخالفة ضد ماني اللي اعتمد على المرفق الأيمن. حراسة المرمى محمد العوي. الكرة ماركو يوانسا. كرة جول، كرة جول. ميشيل ديلغادو. الهلال بنورو يسجل حضوره ويسعد جمهوره الصائم عبر البرازيلي. ميشيل ديلغادو وحده وحده الصائم الأزرق أجمل لونه ومع أقوى شنونه. هذا هو الهلال حارق وهاج وفتاك. ديلغادو غاز الشباك. على اليمين رونالدو. الاعتراف من علي البري اللي عنده اندروزوفيتش أو أليكس تيس. على طول لعويس حارس الأمان رائع في الميدان. تاريسكا أو رونالدو قوية. قنبلة قوية من كريستيانو رونالدو والإصابة مرة أخرى. قتال الحارس العويس. أندرسون تاريسكا. العويس بطل الدور النهائي. العويس مان اوف ذا ماتش، مان اوف ذا فاينل. خنامي وسع رونالدو برا. ماذا مالكوم؟ مالكوم مالكوم يدخل العمري وقد تكون الورقة الحمراء. يا ورقة الحمراء ريد كارد لفريق النصر. وصافيتش والكرة بعيدة. ضربة مرمى. كرة رونالدو. جول 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 رونالدو. كريستيانو يعود بالنصر. النصر بالأسطورة يا حاكم حكام الكورة. هو رونالدو يعدل النتيجة لفريق النصر. عالمي معنويا الآن رونالدو. هنالك رأي، هنالك رأي. أي مجهودات خرافية لنجم الكورة البرت علي الكورة. غريبة من سافيتش. ولو أن هنالك راية والتسلل. ريكارد مان العالمي كريستيانو رونالدو. تصوير كوناري ضيع سيكو.
quay 15 phút. Rồi. Đây, chào các bạn. Các bạn có nhìn thấy bên tay trái mình đây là một ngôi nhà. Ngôi nhà này là mình đang xây cho, ít nữa là mình xây cho những người làm việc cho mình ở đây các bạn ạ. Mình sẽ xây khoảng 4 tầng. 4 tầng và có, gọi là có gì? Có thang máy nha các bạn, không phải đi bộ. Nên là cứ bước vào là được đi lên. Người làm